ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنشتري ده اخر عربيه نازله في الليجندري. هو الفيديو اصلا نازل متاخر يعني، بس عشان ايه؟ كنا لسه بننزل الطريقه الاولى والتانية والتالتة. الفيديو يعني يا دوبك هيكون سريع كده على التعديلات يعني بتاعتها. قوم قوم، انت سحلتها. يلا طب تعال بقى روح الجراج والله من عربيتي. تمام، دخلني معاك الجراج. طلعت بقى، اطلع من الاسانسير التاني عادي. ايه اللي الاسانسير التاني؟ ما انت عندك أربعة. ايوه، هما الاربعه بيقول لي اكزيت جراوند، والتاني بيقول لي اكزيت روف. طب ايوه كده كده تمام، خلاص خلاص. اوه 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 اوه، العربيات دي المفروض هتيجي هنا. انت عامل الجراج بتاع كام دور؟ ثلاثة. احنا دلوقتي هو بقى دلوقتي هنستنى بس لغاية لما العربية تيجي وهنرجع لكم تاني. هي دلوقتي العربية جت اهي، اركب عشان اعدلها. خب، العربية دي تعديلاتها بتبقى جامدة أوي على فكرة. اشتريت انت الجراج ده؟ قصدي الجراج ده يعني ده يبقى في بيتك في الشركة يعني. الشركة، اه انا معايا جراجين يعني، كده 6 ادوار، التالت بقى مش عارف لما يكون معايا عربيات كتير يعني. اه انت قصدك الورك شوب ده؟ ايوه الورك شوب قصدي. اه معايا ونفس الكم ونفس الرسمة اللي تحت كمان عاملها عشان شكل احلى واحدة. اليد شال الانجن، علي بقى كل حاجة والألوان ظبط. ايه رأيك في شريط النور اللي قدام خالص؟ أحسن حاجة في العربية، أحلى حاجة في العربية والله. ار جي بي. ار جي بي. ايه تاني؟ ولا نسيب الزمارة الزمارة، لا. ايه ده؟ بتاعت الكريسماس ده فري. يلا يلا، خربانة خربانة بجد ولا والله. حطها؟ فين حطيت الألوان لتحت؟ هبقى احطها انا كمان. طب لا، ايه تاني؟ العربية دي شبه الفراري بالظبط، اغير في اللون بعد كده، اغير في الليفري الاول. ايه بقى ايه ده؟ نعملها لون ايه؟ ازرق اسود قصدي، او أزرق. بص انت لو عايز مثلا اللمبة اللي قدام، ايش ايه اسود صح. زي ما انا عاملها ده اسود مات صح؟ ولا اعمله ايوه هو. عادي؟ لا لا، المط طبعا، المط بيديها تحس بيها الفخم. بص فخمة. والله لازم تبقى جامدة. وخلي التاني خليه، لا خليه الترا بلو. الترا بلو في ده في الكلاسيك بقى. ايوه الترا الترا اهو. لا هو ده، هو ده الالترا. ده ايوه، ايه رأيك ده؟ فجرة. هو اللون جوه مش حلو. لا انا عامل مش عربيتي هينفع. كده. كمل بس، شوف حط بقية حاجات. هو كده كده السبويلر بتاعك بيطلع لوحده زي التي 20. لا ده ايوه ده حلو. انا خفيت ولا ايه؟ مش هو ده الالترا ولا ده لون الكروب ايوه هو بتاعك؟ ده الالترا. وريك كده لون الكروب بتاعك. استنى هو ده. لا لا، الالترا احلى صح؟ كتير. لا بي ام دبليو. لا التاني ديت تربو ويل. سيب الويل ليه؟ ما تحط عجل كويس حتى ما حدش ده. شكلها حلو. لا لا ده حلو، ده فاجر ده. بص هو حلو بس في عجل تاني. طب غير لون العجل، خليه الالترا بلو. فاهم انت الحاجات اللي هي ما متطرفة انا دي خليها عارف. الترا. ما مش راضي. لازم انا اغيره. خلاص خلاص، ما شبع شبع. حلو حلو، طب نغيره ولا ايه؟
غير يا زبورت، انت يا زبورت زبورت. مش لازم يعني. خلي بالك انا معظم عربيتي كلها دي كده تكون احلى واحدة. بس بلاك غير ولا الترا بلو؟ الترا بلو، شوف الشكل بتاعي يكون عامل ازاي. ايه رأيك؟ لا مش ده، هو ده، ما ايوه هو ده. هو مش مكتوب اصلا عليه الترا بلو. ماشي، ما هو هتلاقي اسمه برايت كده بلو صح؟ ما ده بس استنى هو بقى، نفس ده. نايس. ايه تاني؟ اللمبة اللي تحت فين؟ خليها بلو. انا قلت لك الحاجات المتطرفة دي كنت بس كده اركب. الجبهة ماشي، حط صح حركتها. بص هتلاقي يلا اخويا اخويا. بنفس اللون. ايوه بس انا عندي البلو، عندي افتح سلبي. يلا ايه رايك، بص كده الايقونه بتاعت الكروه على جنب، ايه رايك فيها؟ حلو. يلا بينا، انا اعمل اي حاجه يا نايس. ابني. نط من هنا، نط بس نط نط من هنا. يا لهوي، اوعى اوعى لا لا. اوعى. بس لون العربية يعني اللون الحلو. فاجر. تعال بقى على البحر. فبك عربيتك لما تخليها اسود وتخلي التاني ازرق، بص بيكون شكلها عامل ازاي. فاجر. واحنا ينفع ناخد اركن بقى حبة جنبي، رملة صح؟ بص تعال اركن جنبي. ونفتح برضو العربية بتاعتي كده. يس. اوعى تكسر سلام، باب. العربية متدغدغة اصلا. مش مهم. تعال بس افتح. حاضر. تنجز. اوه اوه اوه، او خد تلجة، خد تلجة. شفت شقلطتك ازاي؟ يلا اطلع من الشركة ياه. صح. بس يلا استنى اخد، طب استنى اخد. مش ايوه معنى اللي بقع. انت اصل بابا نقول ضعيف. ايه ده ايه ده. اضرب. خد يلا خد يلا ما خد اول مره اعرف ان خد. التلج بينقص الدم يعني. اكيد. ولا يا عم ما ولا قصدي، ما كانش قصدي. لا لا، دم احمر دم احمر. استنى بس، خد. موت، يلا موت موت موت. ياه. ياه. بس حلو والله حوار الترجي ده بيكون حلو. انت معاك تعال ناخد، الار جي. تعال ناخد سكرين. اللي اشتريت الار بي جي. بس انا عربيتي ما شاء الله فين متفرمطة فين عشان انا فين؟ ايه، نطيت نطة عنيفة. يلا بينا نطلعه. تعالى بص بص فين. هو المفروض الدنيا كانت تبقى بالليل. بالليل بتكون احسن بس بيبان برضه. اربع ميري كريسماس للجميع طبعا. يس. بس كده بس. وبكده اكون نهاية بقى دي، وبكده اكون نهاية الفيديو. ما تنسوش بقى تدعمونا بال وبكده اكون نهاية الفيديو. ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك واللايك. نشوفكم الفيديو الجاي. سلام. سلام.